فات جوان وانا في الحلقة. تقر وتعترف ان قصة المقشة كانت قصة حقيقية؟ لا لم تكن حقيقية يا راجل. ده جرد ما انا هقول لك بقى اهو، انت ما كنتش موجود ساعتها. هقول انت لو حظك لو كان في الموبايلات والله لم تكن حقيقية، كانت مصر كلها صورت. والله لم تكن حقيقية. الحقيقي فيها ايه؟ الحقيقي فيها ان انا بالفعل طلعت للجمهور في التدريب، لكن ما كانش معايا مقشات. اللي كتب مقشة الله يرحمه الاستاذ ناصف سليم، لانه طبعا كان بيحب نادي الزمالك وما صدق لقى حاجه في النادي الاهلي. وطبعا بعدها انا لم اعاقب، خد بالك انا طلعت اعتديت، انا طلعت ما طلعتش لوحدي، طلعت انا كابتن مصطفى يونس وكابتن فتحي مبروك وشريف عبد المنعم، اربع لعيبه طلعوا على المدرجات. ليه؟ لان الجمهور زودها جدا. معاك ولا مع الفريق؟ معايا انا. زودها جدا. انا بنلعب مان تو مان مع مصطفى عبده، وبعد كده كره ملعوبه في تمرين في تمرين فدوست على رجل مصطفى عبده، فمصطفى عبده نام، وكان ساعتها بقى 78 مصطفى عبده اللي بيكسب الفرق. مصطفى وحش يعني. ربنا فوق ومصطفى عبده تحت. فطبعا مصطفى خرج اتغير، فالجمهور ازاي انا بقى اكثر، وانا طبعا مش يعني اكثره ازاي، ده زميلي مصطفى من اكثر الناس اللي كنا بنحبها يعني. فبداوا يشتموني بالام والاب، وكل ما امسك الكره بنبصي الكره كده ونجري وراها يقوموا مهيصين. فما قدرتش استحمل، عندي 18 سنه يعني عيل صغير بيسمع ابوه وامه بيتشتموا حتى ومن جمهور النادي بتاعه. انت واخد بالك؟ فطلع معايا بقى، طلعوا معايا، وساعتها هيديكوتي ما لم يعاقبني، خد بالك هيديكوتي ما عاقبنيش. هيديكوتي عاقب، والله ما حقيقيه. عاقب مين؟ عاقب الجمهور، منعهم من الدخول. منعهم من الدخول، وقعدنا نتمرن أربع أيام من غير جمهور عقابا ليه. دي أول مرة قصة المقشة دي تحكي للناس بالتفاصيل. بالتفاصيل دي طبعا. تقدر تعترف إنك بتاع سبوبة؟ خالص. لا 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 يا راجل، ولجنة شؤون اللاعبين يا راجل، السمسرة والفلوس، موضوع شيكابالا وموضوع لعيبة الاتحاد، كل ده كذب واحتراء. والله العظيم ما في حاجة، أقسم بالله خالص ما عملت، ورحمة أبويا ما عملت جنيه في لجنة شؤون اللاعبين.